البحر مليان بالأسرار، صاحبي اللي مقاسمني في هم، بربون دنيس وأروس وقار، ارمي الشبك بس وسمي. يا أرزقية في بحر الخير، قصدين كريم قول وعيد، اللي رزق في سماه الطير الرزق في البحر بإيده. ارمي توكالك على الرزاق، عمر الشبك ما يعود فاضي، واللي ما جاش آخر مرة هيجي كله المرة دي. صباح الفل. صباح الخير. صباح. أنا جيت لكم بالليل في الميعاد. أيوة عشان أيوة. ألحق الحلقة كان من الزحمة موجودة، ما عرفتش أخطي برجلي أصلا. شفت حضرتك. أيوة فعلا. صورنا من جوه لكن أنا ما عرفتش أخطي إلا من ساعة كده مثلا. أيوة أيوة. بس ما شاء الله الله أكبر. إحنا تقريبا يعتبروا شطبنا خلصنا يعني. ما أنتوا شطبتوا تقريبا. بس جوه الحلقة المزاج كان شغال. برضه شطبت معانا في نفس التوقيت. مين اللي بيبقى جوه يا عم عصام؟ ومين التجار اللي مستنيينا بره دول؟ لا اللي بره دول حضرتك مش تجار، دول بياعين تجزئه. بياعين تجزئه. وجوه التجار زينا كده، تجار زيك انت وزي استاذ اسلام. من الحلقه جوه. جوه كل واحد ليه مكانه. لكن حضرتك هنا طول عمرك. الحمد لله ابان عن جد. واسلام ابان عن جد طبعا. اسلام انت والدك كان هنا هو في الحلقه. انا والدي كان تاجر. والدي كان تاجر هنا. وبعد وفاة والدي اللي وقف جنبي بصراحة يعني انا كده كل احترام وتقدير الحاج عصام، يعني تبني ابنه وقف جنبي وساعدني لغايه ما وقفت على رجلي تاني وعملت اسم والدي من جديد الحمد لله. انت كنت في كليه الحقوق وكنت مالكش دعوه بالموضوع السمك؟ انا بحب شغلتي من وانا صغير بحبها، وكان والدي مش عايزني انزل واحتك بالشغل عشان اخلص دراستي. كان دايما عندنا ما ينفعش الدراسه مع العمل. غريبة قوي، مع ان الناس بتتدرب منه وهي صغيره، بس الشغله بتاعتنا يعني قاسيه. يعني انا بحبها، وبعدين حضرتك زي ما شفتي احنا شغلنا الصبح فاكيد بتتعارض مع ميعاد دراسه، فالحمد لله يعني الحمد لله كل شيء نصيب. والحاج كان ليه فضل طبعا في لا فضل لله. استنى دلوقتي بقى متمكن. الحمد لله اسلام بقى متمكن. بسم الله ما شاء الله بقى احسن مني كمان في الحاجه. انت ولادك بيشتغلوا نفس الحاجه؟ ابني برده مخلص كليه ومعايا بلال وياسمين بس. لكن يومكم يبتدي هنا الساعه كام مثلا؟ اليوم التجهيز بتاع الشغل قبل ما احنا نيجي انا واسلام الساعه 2 بالليل. احنا بنيجي على صلاه الفجر، بنبدا نبيع على صلاه بعد صلاه الفجر. يكونوا بقى السمك ده جاي منين؟ بيجي من مينا هنا. من الصيادين؟ هنا في من مينا، وبيجي من رشيد، بيجي من المعديه، بيجي من الاسماعيليه، بيجي من اسكندريه عموما. يعني المزادات دي ممكن يجي فيها سمك جاي من رشيد او جاي من دمياط. كل المحافظات اللي هي الساحليه بتصب هنا فعلا. دي الحلقه العموميه للجمهوريه بالنسبه لاسكندريه. زي سوق العبور كده. حلقه السمك اسكندريه، حلقه اسمها اسكندريه، تعتبر اقدم حلقه سمك طبعًا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. صحيح. الحلقه دي متاسسه سنه 1843، فهي رقم واحد. يعني احنا مسمينها هنا دي البورصه بتاعت السمك. هي بورصه سمك فعلا. أيوه أيوه أيوه. فعلا. طب اسلام، السمك يجيبوا صيادين، انتوا بتشتروه منهم ولا بتبيعوا مثلا امانه بعموله ولا ايه النظام؟ لا احنا بنبيع للصيادين عن طريق العموله. احنا بنبيع بالعموله. الصياد هنا في الحلقه مبنيه على اعراف، وفي لنا عرف مع صياد ولنا عرف مع تاجر تجزئه. العرف مع الصياد ليه معلم واحد. يعني كل صياد، يعني مثلا في صياد مثلا عم ابراهيم ما بيبيعش الا الحاج عصام. بالظبط كده. واخد مني بازار فلوس ارضيه. انت متفق معاه اتفاق مسبق ان اللي يجيبه. طب افرض ما جابش. ما ينفعش. خلاص رزقه. لا ما جابش ود بره يعني. لا رزقه. لا حته الرزق دي انا ما اتكلمش فيها. بص حضرتك، الصياد بياخد معاه تموين اللي هو الجاز، التلج، الطعم، كل ده انا بوفره له. انت بتديله. بنصرف. ايوه الياته انا بوفرها له. وبعدين يبتدي يبتدي بقى البورصه. الساعه كام تبتدي؟ من 3 الفجر كده. من 3 الفجر. المفروض دلوقتي الساعه 7 الوقت نكون خلصنا من الساعه 6 مثلا. 7:30 بالكتير بشطب. 7:30 بتشطب. طب نتكلم على السمك عشان ما نعطلش الناس دي. ما شاء الله الله اكبر، دي اكبر وقاره قاعده. دي سمكه وقاره. دي وقاره اللي هي 111. نعرف منين انها 111؟ بس حضرتك هي اتسمت 111 عشان واحد اتنين تلاته. فيها في وشها فيها ال 111، واحد اتنين تلاته. عشان كده سموها 111. واللي هو اللي كانوا بيقولوا لنا نعرف ان السمكه طازه، ان هي بقى حمراء من جوه. ده الخياشيم بتاعتها بتبقى حمراء كده، دي الجوده. وجسمها بيبقى سليم، والعينين طبعا
وعينيها محترمه كده فريش. والسمك الصغير ده انا ما اعرفوش ده ايه؟ ده سمك شراغيش. شراغيش؟ شراغيش. 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 وهو عامل كده عشان ده زي ما لما طلع من الشبكه كان ايوه بالظبط بالظبط مات على الوضع ده كده. وده بربوني. ده بربوني. صح؟ ايوه. ده بكام الكيلو مثلا في الحلقه؟ ده الكيلو بتاعه تجاري بيعمل حوالي 100 جنيه. ده بيتعمل مقلي. في اصناف ايه تاني ممكن اكون ما اعرفهاش؟ يعني مثلا اللي هناك ده انا عمري ما شفته في حياتي. اللي هو الفضي المسحوب ده. دي سمكه اسمها كبريت. وكبريت وبلاميطه. بلاميطه؟ لكن وفي كان في قاروص الصبح. قاروص اهو حضرتك. قاروص اهو. دي قاروصه ده قاروص عادي محتد ده قاروص اصلي يعني؟ قاروص مزارع مزارع. طب بيجي يعمل ايه هنا بدل مزارع؟ بيجي لنا من مزارع نبيعوه. تجار. يعني حتى لو هو مش مصطاد من البحر هنا لازم ينزل البورصه. لازم ينزل البورصه يعني الكابوريا دي مثلا مصطادينها منين؟ الكابوريا دي من البحر ده؟ من هنا. ايوه. طيب شفت مانتا؟ مانتا. معرفش اسمه ايه بقى هنا؟ منديل. اللي هو اللي بيعمل كده ده. محرات. محرات اسمه محرات؟ ده بيتاكل ده؟ طبعا. بيتعمل ايه؟ وحضرتك هو كذا فصيله. بيتعمل بيتقطع بيتعمل مقلي. مقلي. او طاجين. او طواجن. بص حضرتك اقول لك على حاجه يمكن احنا بس يعني اللي عارفينها اللي هو تجار سمك وسبحان الله ربنا دايما حاطط يعني طعم سمكه واحده مثلا زي البربون في سمكتين عشان دي لو غلت على حد الثانيه تبقى موجوده للطبقه ده العالم. اللي شبهها ايه بقى؟ دي اللي زي طعم البربون في سمكه اسمها فراخ. فراخ. نفس طعم سمكه البربون دي زي طعم الدينيس. دي شبه الدينيس هي شبهه بس صغيره بديل الدينيس بس واقل بالسعر الكومباتبل بتاعه ده الكومباتبل بتاع الدينيس بس الدينيس حلو كده بس دي كاتيجوري ودي كاتيجوري تاني دي على قد دي على قد الايد زي ما بيقولوا تمام الفقير ياكل برضه بنفس الطعم طبعا بس هو ربنا سبحانه وتعالى يعني قسم الموضوع كده طب حاج عصام انت قلت لي ان انت في الشعبه بتاعت تجار الاسماك انت نائب رئيس الشعبه نائب رئيس الشعبه أيوه. طب احنا المصاروه بنقول ان دايما السمك مش كويس في الاشهر اللي فيه ريه اللي ما فيهوش ريه يعني يونيو او يوليو او اغسطس السمك مش حلو مارس ابريل سبتمبر اي شهر فيه ريه سمكه كويس هل ده حقيقي ولا مش حقيقي هي سمكه الساقعه احسن من سمكه الحر ده سمك حقيقي سمكه الساقعه سمكه الشتاء عامه الانسان في الساقعه احسن من الانسان في الحر ليه في الساقعه يعني اي بني ادم بيبقى قاعد بياكل ويشرب وهو قاعد ما بيحبش يتحرك كتير بيبقى سقعان فبيزيد ايوه في الحر هو حران بيجري كتير فبيهزم طب في حاجه اسمها سمكه صايمه وسمكه راعيه ايوه ايه الفرق سمكه واكله ومش واكله لا انا فاهمه راعيه يعني واكله وصايمه ايه الافضل لينا كزبون صايمه صايمه طبعا صايمه احسن من اللي تبقى واكله تبقى بطنها مليانه اكل كده مش حلوه يعني تبقى مش حلوه طبعا طيب دلوقتي انت قلت لي ان الصياد ممكن تبقى انت متفق معاه ومقاوله وكل حاجه وقلت لي كلمه كده ان ممكن ما يجيلوش يحصل له دروب ايوه ايوه ايه دي عوارض دي عوارض ممكن تحصل معاه في البحر لا قدر الله حصل عطل في المكنه لازم يرجع هو لازم يرجع طبعا التلج هيسيح الطعم هيفسد تمام وهو بيخسر من الياته بيخسر من والمركب عطلان والبحريه قاعدين فيه بياكلوا ويشربوا الاكل اللي معاهم ما انا اعطيله تموين طب ايه يجرى لو حط السمك ده في الثلاجات؟ يتجمد؟ ما ينفعش طبعا ما ينفعش، ليه بقى ما ينفعش؟ ده ما يتاكلش غير طازه سعره ينزل وسعره ينزل طبعا وما يعتبرش نفس السمك اللي احنا بنبيعها ما ينفعش فريش هيتباع زي الموسى دي كده مستورده ومجمده دي سمكه مستورده ده موسى؟ دي موسى احنا ما بنصطادش موسى من البحر هنا لا عندنا موسى بس في اولها في الشتاء زي ما استنى الموسى بتاعها خلاص وارفع بتاعنا متهيألي مش تخين كده أصغر صح مش كده؟ ايوه ايوه حلقة سمك الأنفوشي واحدة من أقدم حلقات السمك في مصر ابتدى البيع فيها سنة 1834 يعني بقالها النهاردة حوالي 188 سنة وهي دايرة شغل بيسعى فيها ناس كتير صيادين ومراكبية وتجار وعمال وأرزقية تجارة مربحة وكله بيجري على أكل عيشه وفي حلقة السمك كل يوم مزاد علني لبيع السمك ده المرجان والمغازي البربون والجمبري القاروص والوقار والبوري البحري والمزارع وغيره وغيره حتى المجمدات بتتباع هنا والسمك بيجي من السويس ومن رشيد ومن كل المحافظات مش بس اللي بيصطادوه من مينا اسكندريه وان كان في البحر كل السمك بيعرف يعوم
هنا على الميزان كل نوع وله سعر. عم عصام دلوقتي اسلام قال لي احنا بنبيع بشكل اعراف. ايوه. ما بيحصلش مشاكل في المزاد مثلا على مزايدات، بيحصل مشاحنات؟ تاجر صغير يحترم التاجر الكبير، قول لي على عرف التاجر ولا البياع حضرتك؟ لا انتوا بينكوا جوه كل واحد في حاله، كله في حاله، كل واحد في حاله، محدش هيحتك بحد. اسلام انت لما قلت لي ان عم عصام وقفك على رجليك، لو قال لك ما تبيعش ده اعمل ده، تسمع كلامه او لما كنت بتتعلم في الاول؟ حضرتك احنا لازم، احنا الصغير هنا في حاله زي احنا قلنا مبنيه على اعراف، ليا عرف ما بين بياع وليا عرف مع صياد وليا عرف مع تاجر، فهنا عندي الصغير لازم يحترم الكبير، لازم احترمه. التاجر زميلك اسمع كلامه، او البياع اللي بيشتري منك او الصياد اللي انت بتتفق معاه. تمام، ده لازم كل واحد، يعني احنا عندنا بالنسبه لنا احنا كتجار كذاكر زميلي انا لازم احترم كلام الكبير، يعني حتى لو تاجر زميلي، مش طبعا مع احترامي للحاج عصام، لو تاجر زميلي جه يعني قال لي على حاجه ما ينفعش، يعني ما ينفعش، بنحمي بعض. والفلوس هنا انا شفت عشان احنا معطلينكم مثلا الشغله دي مثلا بفلوس ب 1000 جنيه. أيوة. قلت له انا هبعتها لك بيبو ايد 5000 جنيه هبعتها له. مش لاي دي حد. كلمه انا ببيع بالكلمه بس مش لاي حد، دي كلمة واحدة. ما بيبقاش بورق. كل الناس بتبيعين كلها بتشتري اللي انا عارفه. طب ما دي اعراف برضه، لو حد ذمته نص نص ما يكملش هو هنا. لا بصي، هو حضرتك هو العرف، العرف مبني ازاي؟ بقسم مادي وقسم معنوي. القسم المادي ان انا ببيع بالاجل، تمام؟ باتفاقات معاهم الى مدة معينة وباخد فلوسي. فلازم برضه البياع يكون قبل عن جد. طبعا عشان هو لو ما ادكش فلوس انت مش هتعامل معاه تاني. ايوه ايوه، مش اي حد يعني ما يخش يشتري. الجزء المعنوي في العرف اللي هو فيه قوه الزاميه، قوه الزاميه اللي انا بعمله ده قانون. طبعا. لو انا غلطت او البياع غلط، في عارف ان هو كده هيخضع لحاجه الزاميه لينا، حكم علينا هنا. ليه كبير يقول له انت تعمل كده. بالظبط. وعشان كده لازم يبقى ابا عن جد او يبقى معروف عشان يبقى ليه ماسكه. ايوه ايوه بالظبط. لان الانسان الجديد ده ملوش ماسكه، هتجيبه منين؟ الجديد ببيع له بالنقديه كاش. والحمد لله يعني كلنا اخوات هنا وكلنا لازم كلنا نحترم بعض. طب انتوا ولادكم يعني انت تحب ابنك الصغير تقول لي بيفهم دلوقتي بيقول عايز ياكل دمه، مش عايزين ناكل سمك، لا. أيوة. عايز ياكل بربوني، عايز ياكل وقار. عمر ابنك مهما اتعلم عايز تشغله معاك هنا؟ انا كاسلام مثلا انا مش حابب، مش حابب، مش حابب، حاسسها صعبه. بس هو لو حب انا ما اقدرش اقف قدام رغبته، يعني انا والدي ما كانش حابب بس انا حبيت الشغل فهو ما وقفش قدام رغبتي. اسلام كان بينزل مع والده يقف كده على السمك ويتفرج ويبيع وكل ده، بس والده فعلا كان عايزه يتعلم. حلو حلو العالم حلو، بس هي صنعتنا زيها. بس انت ابنك، انت قلت لي ابنك واقف معاك. ابني واقف معايا وبيشتغل وبيحب الشغلان. بيحب الشغلان. عشان بس الواحد يحس ان في استمراريه. انا شخصيا احب عيالي يطلعوا بحاجه انا يا ابوهم بنعملها هنبسط. ما هي صح. هي 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 الحياه كده. دلوقتي لو انا وقفت جنبيكم وقلت للشعب ده يبتدي يجي يمد ايده وياخد بتاعه. ايوه اعمل كده. اتفضلي بس هاجي اقف جنبك. يلا كريم محمد. هدى ده تبع الراجل ابو 1000 جنيه. البني وانا كان 1000 جنيه له قرايب. كيلو بربون ده جيل عم حمدي بحطه هنا على الكرسي. دول عند اسلام ان شاء الله. يلا كريم يلا كريم. خلاص راح لحاله. كابوريا ناتي دي بتاعتي. دول على المخزن. دول على المخزن. ده هياخده بكره. خلاص انا حفظت حد. الباقيين ماشي. انا حفظت. الصعيدي ده بكره. في الثلاجه؟ محمد عادل الثلاجة حودة. ده الموسى هيروح الثلاجة لأنه جاي أصلا متلج. ما عملناش فيه حاجة. والباقي ده بولتي. بولتي بحري مش زي بولتي النيلي. لا ده بولتي بتاع مزارع الجيش. بولتي مزارع. يلا كريم. والناس هنا ممكن ياكلوا سمك في رمضان عادي مش من 3 رمضان بنقول لحضرتك من 3 رمضان. هو السمك بنعمل ناس اللي بتاكل سمك في رمضان. هو موسم يعتبر موسم السمك بتاعنا في السنه رمضان والعيد. ده الموسم بتاعنا طول السنه، ده اكتر وقت السمك بيغلى فيه. فعلا. أيوة. احنا العيد ما عندناش اجازه، احنا ما عندناش اجازه غير في العيد الكبير بس اول يومين. عشان الدبح. بس. انما العيد الصغير ما بناخدوش اجازات خالص. بس يعني بصراحه وانا داخله الصبح الحلقه من احلى المناظر اللي جات لي في حياتي، خصوصا ان انا من بحري. ده شغل خفيف صح يا اسلام؟ النهارده شغل خفيف جدا. طيب احنا عشان ما تنسوناش زي ما انا مش هنسى اليوم ده ابدا، معانا فنان زميلنا اسمه عبد الله بيعمل بورتريه لابطال الحلقه.
فانتوا هيديلكم صوره تفتكرونا بيها لما نمشي. اتشرفنا والله. وانا يعني مشاكره جدا افضلكم ومبسوطه جدا اني قابلتكم النهارده. ربنا يوفقك يا اسلام. ربنا يخليك يا عم عصام. ربنا يبارك في حضرتك. الله يخليك. مع السلامه. اتفضلي مع السلامه. من قبل ما الفجر يشقشق ولحد نور الشمس ما بان، الصيادين جوه الحلقه وكل واحد له دكان، تجار ولينا اصول الكل لازم يلزمه، وان الكبير له هيبه ووزن لازم الصغير يفهمه، وكل ورد وليه زبونه، والرزق لا ما فيهوش حيله، ولاننا توكلنا على الله فكلنا اهل وعيله.